صوم طيبين. نصلي ربنا بعت لنا كلمات تلمس قلوبنا كلنا. النهارده عيد احد الشعبين احد الزعف. بنسمع صلاه جميله هي وصينا على مشاعنا اي خلصنا عشان كده كيسه خدت منه اسم احد الشعبين. في ذلك اليوم دخل المسيح اورشليم كملك ارضي وسماوي واستقبل كل الشعب زي ما احنا بنشوف المدايح كلها بنقول المعلم والشباب صوته الجميل وصينا يا ابن داوود مبارك لاتي باسم الرب وصينا في الاعياد. هناخد العظه في اربع نقاط كده في تاملات بنعمل ترجمه تامل طقسي وتأمل جغرافي وتأمل لاهوت وتأمل روحي. تأمل الطقس إن ده عيد ده أحد الأعياد السيدة الكبرى، سيد أعياد السيدة الكبرى اللي بتخص بالخلاص. اللي هو أول واحد عيد البشارة، عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الشعبين، عيد القيامة، عيد الصعود، عيد الروح القدس. طبعًا كلكم حافظينه ومش عارفين بس أنا راجع معاكم، أنا مش حافظه طيب. طبعا شايفين الكنيسه بتزينا بحد الزعف زي ما الناس استقبلوا المسيح بالزعف فاحنا الكنيسه بنحافظ على التقليد وان احنا بنستقبل المسيح مش تذكار ده الواحد كله بيستقبل المسيح في قلوبه دلوقتي في قلوبنا كل واحد في الكنيسه ويمكن كنا حريصين قبل الكهنوت لازم اروح بزعفايا الكنيسه عشان استقبل المسيح وفرحان واقول له تعالى اقول له خلاص عشان في ساعات ناس بتتكسف تشيل الزعف ولا حاجه عشان ما حدش يعرف انها مسيحيه ولا يعرف مسيحيه يمكن حد يجلس عليها ولا حاجه. ويمكن في كنا التقليد زمان كده انت عارفين في الكنيسه صلاه الجهاز ان الناس نرفع الزعف عشان نرفع ميه وبعد كده الاباء فهمونا ان صلاه الجهاز ده كل واحد فينا وكل واحده عشان ايه لو حد توفى في اسبوع الالام ما ينفعش يتصلى عليه صلاه الرقدين لكن بيحضر صلاه النسخه والميه بتاع صلاه الجناز دي اللي بتترش على الصندوق والناس اللي حضرت صلاه الجناز مش محتاجه تصلى عليه ولا حاجه واحد تصلى عليه الصلوات دي. وشفنا الناس اللي جت في باكر ونقول للناس تعالوا باكر عشان في صلوات جميله يعني بعد ما ابونا بيقول صلاه الشكر بعد كده بيقولوا شيخ المرضى والقرابين والناس اللي بتحضر في الكنيسه بكل ثقه وكل ايمان صلاه توشيط المرضى دي تقدر تشفي موت المسيح. عشان الناس بتفكر كده انا محتاج ابونا، ابونا لما يجي حد يقول له تعالى صلي لي بصلاه صلي لي وشيط المرضى. ولو شفنا ازاي في صلاه فسحه المرضى لازم اول حاجه نبتديها وشيط المرضى. وبعد كده نشوف دوره الشعبين الجميله اللي احنا بتتصلى ثلاث مرات في السنه في دورة الشعانين وفي عيد الصليب اللي هو في شهر 10 برمضان وفي عيد الصليب في شهر 9 27/9. دي صلاة جميلة بنحب نلف حوالين الايقونات 12 اللي بتقولوا فيها وكلنا بنكون مركزين وفرحانين وحاطين ايدينا على السماء. وبعد ما نخلص احد الشعانين بنخش في اسبوع الام من النهارده بالليل بعد الظهر هي ليله الاثنين لغايه يوم العيد عشان كنا ناخد التامل الثاني تامل جغرافي مدينه اورشليم اسمها في الكتاب المقدس الجمعيه اورشليم ومعناها مدينه السلام او اساس السلام. وفي تاملات كثيره اسماء كثيره في العهد القديم لمدينه اورشليم. خمس اسماء اللي هيجيبوا لنا بالليل هنديله هديه. حلو كده عشان تذاكروا بس خمس اسماء للشباب بتاعتها. ودي كده بالليل هيجيبنا في الفسحه النهارده بالليل هيدول الخمس اسماء بالشهر بتاعتهم ليه مكافاه حلوه اتفقنا؟ تامل لاهوتي تحقق في النبوات اليوم تمت الاقوال في النبوات والامثال كما تنبا زكريا زكريا النبي تنبا قبل ما هي المسيح ب 500 سنه واكنه عايش اليوم احد الشعانين والمسيح الاخر. فعشانين ورينا ان العهد القديم مكمل العهد الجديد بيتكلم كله عن المسيح. يقول ابتهجي جدا يا ابن صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هوذا ملكك ياتي اليك هو عادل ومنصور وديع
راكبا على حمار وعلى جحش ابن أتان، وأتكلم بالسلام للأمم وسلطان، من البحر إلى البحر ومن النهر أرض الأقاص الأرض. زكريا 9:9. زكريا كان بيتكلم بالروح عن دخول المسيح لأورشليم، وإنه كملك هو عادل ومنصور وديع. صعب أوي يكون في صفات ملك في ثلاث صفات دول، إزاي يبقى ملك عادل ومنصور في نفس الوقت وديع؟ صعب. لكن كل النبوات تحققت بدقة في شخص المسيح. بيتكلم راكب على حمار أو أتان وجحش ابن أتان. وكان الملوك لما بيخشوا أي مدينة ولا حاجة كانوا بيخشوا في مراكب مركبات حديدية من وراها الخيول وبيبقى رهيب. لكن ده ملك مسيحي، ملك في السماء في الأرض، لازم يخش بتواضع رب المجد لينا. هو رب المجد لما كان بيطلع خدمة كان بيقول يصنع خدعة رجليه، لكن ركب مرتين حمار أو جحش كده، حد يركز معانا، ركب وهو هربان من مصر مع يوسف النجار والست العذراء، والمرة الثانية اللي ذكر عن السيد المسيح إنه ركب الجحش الأتان وجحش من أتان في دخول أورشليم. وبنشوف فيها تحققت بشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم: أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب الأبد ولا يكون له في نهاية. الشعب اليهودي استقبل المسيح كملك أرض وملك سماوي. لما المسيح رب المجد بشر في السامرة قالوا لنا: قد سمعنا ونعلم ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. ده السامرة، ده الشعب اللي هو كان اقترب بالأمم، وكانت حتى اليهود بيعتبروا ان هم ايه، ان اعتبروا درجة تانية كده ولا تالتة كده، وان هم احسن منه. اول ناس اعترفوا بالمسيح ان هو هذا هو الحقيقة المسيح مخلص العالم في السامرة. وبعد كده الاسبوع اللي فات كنا كلنا بنحتفل بمعجزة الشفاء المولود اعمى. دي كانت معجزة جبارة لما نقعد نفكر فيها، وقلنا فيها ان ربنا عمل سيد المسيح اظهر لاهوته انه عمل نفس اللي عمل ربنا عمله سنة لما جه خلق ادم. خد من الارض وعمل ادم ونفخ فيه الروح. طب انت رب بتعمل ايه في المولود الاعمى؟ ده واحد ما كانش عنده عين خالص، وربنا عمل معاه ايه؟ تفل على الارض وخد التفله بتاعت الطينه دي تراب وحطها على عينيه، وقال له روح اغتسل في بركه سلوان زي ما قلنا على دايره قصص كتير الاسبوع اللي فات ده، وبعد كده رجع بصير. فدي معجزه قويه، ونعرف قد ايه قوه المعجزه. حتى اليهود سنه اقامه لعازر بيموت، اليهود اللي امنوا بعد معجزه شفاء المولود عملوا ايه؟ الم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى ان يجعل هذا لا يموت؟ يعني احنا شفنا وشفنا اعمال المسيح، وشفنا العمل الاعجازي اللي اتعمل فيه من صفات ربنا اللي خلق عين جديده للمولود اعمى، فكان عندهم ثقه لو كان مولود يسالوا بعد كده، فقال لهم ايه؟ حتى مريم ومرسى قالت له: لو كنت هنا ما كانش العذر هيموت. ولما جه رب المجد بيقول لها ايه؟ ارفعوا الحجر. قالت له ايه؟ ده بقاله 4 ايام وقد انتم. فربنا في المعجزه دي لما كلنا عارفين القصه بتاعتها، نادى لعازر، احنا بنحتفل بيه بركه سبت العازر، قال لعازر: لعازر هلم ايه قائمه. ودي فكرنا في سفر حسكيال لما ربنا المجد بيقول لحسكيال: تنبأ على هذه ايه، ماشي في حته كده في وادي في عظام ورفات ناس اتريحت لفتره كبيره، قال له: هتقدر هذه الحاجات ترجع لها الجسد والروح بتاعتها؟ قال له: اه. قال له: نادي عليها عشان تعمل بكلمه من ربنا. وايه اللي حصل بقى؟ ايه؟ ان العظم اللي كان موجود رجع له لحم ورجع له اعصاب ورجع له كل حاجه بعد ما كانت حلل خالص. مين بيقدر يعمل ده؟ وليه محطوط في الكتاب المقدس؟ عشان يعرفنا احنا بنعبد مين؟ واحنا علينا على مين؟ احنا علينا ملك الملوك خالق البشريه كلها، اللي الكلمه وحده تقدر يعمل كل حاجه. اللي عمل الكون بكلمه منه، كلها في سفر التكوين،
السماوات والنبات اللي طلع والحيوانات وكل حاجه كانت بتكمل من فم ربنا. وعشان كده لما يكلم اي حد شاكر فيه يقول له تعرف ازاي الناس الكاذبيه والملحدين اللي جايين يقول لك ازاي الكون ده كان اتكون لوحده ويجيبوا نظريات كتيره والانسان ما كانش اصله حيوان. طب نيجي نقول لهم ده ربنا عمل الكون ده ازاي؟ ده كل لحظه في الكون وكل عمل في الكون يمجد ربنا. ده احنا كل ما العلم يتقدم نكتشف ان احنا لسه ما نعرفش حاجه ولا نعرف حاجه في خلقه ربنا. نتكلم على كوكب الارض احد كواكب تدور حول نجم الشمس وكل كوكب حواليه قمر او اكتر بيلف حواليه. طب هو في نجم واحد بس كده؟ ده بيقول لك في ملايين النجوم وكل نجم من دول حواليه كواكب وكل كوكب حواليه اقمار وكلها بتعمل ايه؟ تمجد اسم ربنا. في احد الشعبين بيسميه التغيير، تغيير الفكر وذل الناس. رب المجد بيعلن ذاته كملك واول مره زي ما احنا قلنا يخش مدينه راكب على جحش واتان وجحش من اتان وبيتكلم الناس اللي جنبهم. ولسه الواحد بيفكر عن التغيير ازاي ربنا ممكن يغيرنا ولا يدي فرصه لينا ورجاء لكل واحد مهما كانت الخطيه بتاعتك صعبه ومهما كنت بعيد عن ربنا ومهما كانت الاسئله بتاعتك شديده. اللي يحصل لما تيجي تستعمل ربنا توصله يا داوود خلصنا يعمل ايه؟ يقول لك انا واقف مستني من يقبل الي لا افرض خليلا. فاستعمل ايه؟ افتح قلبي عشان استعمل ربنا. قصه جميله كتبوها عن ابونا يوسف اسعد اللي كان عايش في عمانيه ان في واحده كانت شغاله رقاصه وكل الخطايا بتعملها وكل حاجه صعبه. فكلمها ابونا يوسف واللي كانت انسانه مسيحيه في الهرم في الكبريات والملاهي الليليه. فراح لها اول ما راح لها انت مين؟ قال لها انا ابونا يوسف فوت علينا الاسبوع الجاي. وراحت قافله في وش الباب. عشان هو انسان مسيحي عنده خافه ربنا وقلبه عمران بربنا قال حاضر عدى عليك الاسبوع الجاي. ومشي وقعد يصلي. راح لها الاسبوع اللي بعديه اذا انت جيت ده انا كنت بطفشك. لا انا بقى ده ربنا بيتلكك عشان يخلص كل واحد وكل واحد. وابتدى يقرا الانجيل وابتدى يسمع تريقه يسمع كلام تذمر. بس هي تقول ايه؟ لاجل الراجل ده هيجي لي كده هيجي لي على طول ويلح عليا انا هسمعه وبعد ما اسمعه هعمل اللي انا عاوزاه. لغايه ما قعد ابونا يوسف قعد يعدي عليا لمده 8 اشهر كل اسبوع يعدي عليها. ده ورينا قد ايه ربنا مستني كل واحد ومستني كل واحد. وربنا اللي جوه قال لابونا يوسف اسعد عمل ايه؟ كان مستمر في اللجاجة يعدي عليها وحاطط اسمها على المسبح. لمده 8 اشهر وبعد ال 8 اشهر تقول له انا عاوزه اعيد المسيح بيني بس لازم نعمل ايه؟ نفتح قلوبنا ونستقبله زي ما الناس استقبلت المسيح هو داخل اورشليم. وابتدى رحله جديده للتوبه. لقيته طب الفلوس اللي انا كسبتها من الخطيه دي اعمل فيها قال لها ايه؟ قال لها قانون الكنيسه بيمنع ناخد الفلوس بتاعت الخطيه. احنا نتخلص بيها ابونا يوسف نتخلص بيها بحكمه عشان ما ينفعش تخش الكنيسه. احنا هنا في حد الشعبين بنشوف الناس جابوا زعف والزعف ده بيرمز قلب الزعف الابيض فبيقولوا خشبويه ابيض قد ايه وقالوا ده المفروض تبقى بيضه ونقيه ونمنع عشان تبقى بيضه ونقيه لازم يكون بنمارس سر التوبه والاعتراف. ما ينفعش ان انا اقول انا عاوز امارس يعني قلبي يبقى ابيض من غير ما اروح واقدم توبه لربنا واروح اعترف بكل خطيه عملتها. احنا يمكن حكينا لكم ان في كان خادمه او خادم زمان كده هي خادمه وكانت عملت خطيه وقالت انا اعترف بيها بيني وربنا ومش هروح لابونا عشان كسف احسن ابونا يبص لي بصه مش كويسه يدني يفكر يقول للناس ده فلان عملت الخطيه دي والناس تاخد فكره صعبه عني. لو كانت مش متجوزه مش هتتجوز ولو كانت خادمه مثلا جوزها يترسل كاهن ولا حاجه ممكن تكون سبب بقى الضعف بتاعها ده. ما تعرفش ان سر التوبه والاعتراف ده سر مقدس
وهنا لو قال السر الخطيه اللي افرض عليها وبقت في فوق ما بنقوله امور مش ناقص. يعني تخيل الكنيسه اللي تستطيع العدد ده لو كل واحد عمل خطيه وهنا بحث كل الخطايا دي، كل الخطايا دي كلها هتبقى على ابونا، وكل واحد وكل واحده عندها خطيه تعباها ما بتعرفش تنام الليل وتبقى تعبانه ومهمومه وحزينه. طب تخيلوا كل الخطايا دي لما تبقى على دماغ ابونا عشان فشل سر وكان غير امين اللي يحصل معاه ايه؟ هتتجنن ينتحر يا اي حاجه ثانيه. عشان كده ابونا بيكون حريص ان يكون امين على الاعترافات والا الخطايا بقى قدامه. فجت الخادمه دي ماتت وفرحانه بقى داخله السما بتروح تعترف بس معاها الخطيه بقى اللي كانت صعبه ليه. فبصت لقيت ايه؟ جاي الشياطين تاخدها. انت بتاعتنا ليه؟ ده انا كنت خادمه في كنيسه وحافظه كل الالحان وحافظه كل الصلوات وبعلم الناس وبرشد الناس كلها للمسيح وبعترف. قالوا لها بس في خطيه انت ما اعترفتيش بيها. ابونا ما ادكيش الحل. ما كل ما تحلون الارض يكون محلول وكل ما ترفضون يكون ايه؟ محبوب. طب اعمل ايه؟ فبقول تقوم وانا عمال اعيط وسامحني يا رب. وبصت لقت الست العذراء قدامها فاتشفعت بيها. عشان كده الست العذراء شفيعه قويه والقميصه حطيتها قبل رؤساء الملائكه وقبل الملائكه والقديسين والشهداء عشان تورينا قد ايه شفاعتها. وكلنا عارفين القديسه العذراء مريم بتقول عليها جلست الملك عن يمين الملك. فاول ما شفعت بالست العذراء الست العذراء بصت لرب الملك. لاجل لما جتهم حتى الست العذراء ايه؟ زي ما بنفتكر معها في عرس الفلا الجليل قال لها لم تاتي ساعتي بعد. قالت لهم كل ما يقول لكم ايه فافعلوه. هي واثقه وعندها ايمان فين؟ في ربنا. فقال لها امين. الست رجعت روحها ليها الخادمه. اول ما رجعت اللي كانوا جهزوا الدفنه وجهزوا الصندوق وكل حاجه لقوا ايه؟ عماله تصرخ انا عاوز ابونا عاوز ابونا. في ايه؟ قالت لهم هاتوا لي ابونا باي طريقه دلوقتي حالا. جالها ابونا قالوا له فلان اللي ماتت رجعت روحها وتعالى يا ابونا عشان طلبك بالاسم. اول ما دخلت له قعدت تعترف بالخطيه وحكيت له اللي احنا بنحكيه دلوقتي وقرا لها التحليل وقال لها هيجي لك بكره نولك واتنولت لمده 3 ايام وبعد كده اتجحت. ده عشان يعرف ربنا بيعمل معانا ازاي في حياه كل واحد. الناس ما اكتفتش انها تجيب قل زعف وتفرشه قدام المسيح، لكن كل واحد يقول ايه؟ خلعوا الثياب بتاعتهم وحطوها تحت رجليه. لما خلعوا الثياب بتاعتهم وحطوها تحت رجلي المسيح ده عشان يعملوا ايه؟ عشان يقولوا يا رب اي رغبه واي شهوه في العالم واي خطيه محبوبه لينا ولا اي خطيه زعلك احنا هنعمل ايه؟ هنقلع الانسان العتيق اللي عندنا ونعمل ايه؟ ونملكك انت يا رب. وكل محبه للعالم عدو لله فينا. فعمل ايه؟ كل واحد كان عنده خطيه محبوبه كل شهوه في العالم لا ممتلكات ولا فلوس ولا لبس ولا حاجه. والمفروض ان انا النهارده عاوز استقبل المسيح في قلبي. هقلع كل خطايا العالم وكل محبه العالم. الناس اللي لسه ما جابتش لبس تعمل ايه؟ تجيب لبس ليه ولا ربنا. احنا بنهي الموضوع خالص اللي كان الموضوع صعب قوي وبقى كارثه. والمسؤول عنه كل اب وكل ام كل زوج كل زوجه هتتحاسبي قدام ربنا حساب عسير. مش هينفع تستقبلي الملك وانت هدومك مقطعه. مش هتنفع تستقبلي الملك وانت هدومك قصيره وعيانه. مش هينفع تستقبلي الملك وكل لبس يعسر الاخرين. كل ام وكل اب هيتحاسب عليهم. نعلم عيالنا هم صغيرين مش فرحانه بنت صغيره 4 سنين دي صغيره لسه يبونا والبسها عليها. طب لما تكبر هتقعد تزود في العيل بتاعها والمقطع بتاعها وتبقى كارثه. احنا الناس بتاخد الكلام بتاعنا ترميه في الزباله. وفي ناس بتعمل بيه. طب انا هستقبل المسيح ازاي؟ وبرضه الرجاله بتلبس لبس مش حلو. كارثه بلاقي الرجاله لابسه لبس مقطع والاولاد لابسين لبس مقطع. احنا قلنا اللبس المقطع واللبس العريان ده عملوه عملت الشيطان في بره
عشان يعرفوا الشواذ المثليين بتوع بيض الدعاره. هل ليه ولاد ربنا يتشبهوا بالناس الشواذ والمثليين بتوع بيض الدعاره؟ اللي عاوز يتشبه يكون خلص، بس انسى ان المسيح تولد في قلبك. وما تزعليش لما المسيح يسيبك ويعرف يبعد وشه عنك. كارثه بمعنى كوارث. وقلنا حكينا كتير قوي ان ساعات حتى غير المسيحيين اخواننا المسلمين اللي بيجوا يعزموا حد مسيحيه ولا حد كده، بس انا معلش يا اختي بعد اذنك ما ينفعش لبس تخش بالكنيسه تيجي عندنا دور العباده. اصل احنا ليه احترام ووقار. وبرضه ممكن نروح عشان خاطرهم عشان بنحبهم نلبس بعد لبس محتشم في اليوم ده وبعد كده نطلع نغير اللبس بتاعنا. هل ده ينفع في ولاد ربنا؟ هل ينفع نقول له تعالى استقبلنا ووصلنا يا ابن داوود وخلصنا؟ هيخلص مين؟ ده احنا بنزيد خطيه اكتر. وبنتفرج على الناس يقول لك تعالى اتفرج على المسيحيين. تعالى اتفرج على الستات المسيحيين ما عندهمش رجاله. انا اسف يعني. اللي هيزعل طبعا انا اسف طبعا الله يعني لكن مش عارف اجامل. ده احنا بنتشتم نشوف ولادك يا ابونا وشوف بناتك يا ابونا لابسين ازاي. يعني مش عارف استاذن سيدنا اقول له اي حد لابس وقطع وعريان ما يتدوش هتزعلني. ما كل واحد متعمد يعمل كده الخطيئه تقول لنا احنا مهمتنا معرفه مهمتنا نوضح ليه. كل اب فرحان ببنته ولا ابنه لابس مقطع ولا لبسه قصير. احنا مش بنتكلم في حاجه كده لينا احنا مش هنستفاد حاجه. احنا صدقوني يمكن فترات كتير جت ما بنشوفش حاجه مش عارف صدقوني حد البنات لابسه ايه لغايه لما جه حد الاباء قال لي يا ابويا انت مش شايف الناس لابسه كده ده ازاي؟ قلت له صدقني ما اعرفش. ابتدي ابص بقى لكل واحده من بناتي في الاعتراف اللي هقدر اقول ايه ده اللي بيني وبينها اقدر اكلمها اللبس بتاعك مش كويس. وطبعا بتيجي الكنيسه مره بتعترف كل شهر وساعتين بتعترف كل سنه واللي بعد سنتين وفي ناس تقول لك لا مش هعترف في الصوم الكبير عشان ابويا ما يكلمنيش اللبس بعد ليه بقى اروح له. هل ده كده احنا بنستقبل المسيح؟ هل كده هنكون فرحان بالمسيح؟ هل كده انا داخل اسبوع الالام وعاوز اعيش عشره مع المسيح ويبقى ليا نصيب في السماء؟ ده انا عندي محبه موجوده عندي كده مش قادر اتخلى عنها. الناس اللي بتشرب دخان ونقول لهم مرات كتيره يا جماعه ده بيدينا في تسع خطايا على الاقل شرب الدخان والسجاير ده ويبقى عسرة ليكوا وعسرة لبناتكوا ولولادكوا وما يلقش بنات ربنا ولا ما يلقش خالص ببنات ربنا. هو دلوقتي في بعض السيدات بتشرب سجاير وبتشرب شيشه وفرحانين والموضه طالعه دلوقتي وساعات يقول لك احنا ابونا ما بنشربش شيشه عاديه بنشرب شيشه بالفواكه عشان تبقى ايه مقدسه دي مش حلال مش حرام. وطبعا بترضع نفسها ونقول لهم طبعا كل واحده بتشرب شيشه ولا راجل كده بيشرب شيشه ولا سجاير مش هينفع يجيب سيره ربنا. تخيلي نفسي كده ست العذراء بيضه الظهر كده نحطها مثلا نخليها تمسك شيشه عشان تشرب ولا نجيب صوره المسيح نشرب سجاره زي ما لازم تمسك سجاره. ما احنا شرفتنا صوره المسيح. انتم هيكل الله ومن يفسد هيكل الله يفسده الله. ده كلام ربنا مش كلامنا احنا. واذا كان الفلوس اللي عندكم وزنه وانتم بتضيعوها وبعمل زي الراجل اللي كان خد وزنه راح دفنها في الارض طب انا اتحسب عليك واتحسب عليك. وما دام ربنا يديني صحتي عشان اساعد الناس الغلابه واشتغل وابقى مستور اروح اصرفها ابهدلها واضيعها بشرب السجاير والمخدرات واللبس العريان والحاجات اللي مش كويسه. وابتدي اعمل ايه؟ عاوز ابقى مسيحي وعاوز بركه ربنا. انا برجع نفسي عاوز اعيش مع المسيح. نقول كل كلمه بطاله تقطع عنها حساب. يا ترى الناس اللي بنرد على بعض الشتيمه والهزار كده لا شتيمه بيضة يا ابونا زي ما الكدبه بيضة زي الحيفان اللي كل شويه على السنه. وانا داخل اسبوع الاعلام لازم اتخلص من كل خطيه تزعل ربنا. وفي خطيه صعبه جدا اسمها الادانه. ان انا اجيب سيري دي واجيب سيري ده واقعد اديني. الادانه تخلي النعمه تسيبني ولو النعمه سابتني خلاص. والناس الادانه بتقول في بستان الناس اللي بتدين تلاقي جيلها افكار حتى لو كان كاهن ولا رائع ولا رهبه ولا حاجه زي كده ممكن يجيله افكار مش كويسه.
طب اللي سمحنا كده انا راجع بمارس كل اثار روحيه ومحافظ قانوني وكل حاجه، لكن اللي وداني الداهيه واللي خلاني كده اهلي دايما. ونحكي القصه كده كانت موجوده في البستان، راهب متوحد في الجبل بيطلع كل اسبوع يحضر قداس ومالوش دعوه بحد خالص وبيديله تعزيات سماويه وبركات. في يوم رايح القداس وخلص القداس زي كل اسبوع، راجع لقيته مش عارف يخش قداس. ده مش ايه، مش جيب افكار، ده افكار صعبه ومش قادر يخش القلايه. عشان شاطر هو راح جاي على قد اعترافه. وراح عشان قد اعترافه انسان قديم وشاطر عمل ايه؟ قال له احكي لي بالتفصيل الممل انت عملت ايه؟ فقعد يحكي له قال له بس انا كنت طالع بالقلايه بتاعتي ونشيط وصحصح وعاوز اركب التسباحه النشاط، شفت واحد اخ لسه جديد في الدير ماشي بترنح شكله لسه نايم، فبصيت له ودنته جوه فكري ومحدش شايفني خالص ولا اي حد خالص، ده واحد جه جوه فكره مفيش روباندي او حدش شايفينه ولا اخوه ولا حد خالص. انا رحت صليت وحضرت التسباحه وقداس وراجع معلش عارف اخش الامان. قال له ما عشان خطيتي كده اللي احنا عملناها دي معناها ايه؟ احنا بقى حدث ولا حرج. لو قلنا كل واحد اللي انا بنحي اقول احنا شغلتنا اللي جانا. بعد انا وماما ولا انا واختي ولا انا وصاحبتي بالساعات نقعد نقطع فرد الدين وفرد الدين والدين ده والدين ده. وفي الاخر عاوزين النعمه تفضل معانا وعاوزين نفضل في مخافه ربنا وعاوزين نستقبل الملك. كل واحد وكل واحده تراجع نفسها انا عاوز ايه؟ عاوز استقبل المسيح. فقال لي ببقى فرحانه بيه اتخلص من كل حاجه، اطلع كل الهموم اللي عندي بتاعت الخطيه كلها. ده في واحد في العهد القديم عشان اتعرضت عليه الخطيه عمل ايه؟ خد الهدوم بتاعته فقال لها في قصيده قالها قداس الباب وهوذا الثوب خذيه ان قلبي ليس فيه. ده حتى الثوب ده اللي هو ايه؟ بيسترني لو هو ده اللي هيكون الخطيه لاخد الهرب عيان. وده محطوط عليه واحنا بقى اللي عاملين نعمل ايه؟ بندور ان احنا نستر نفسنا في حياه العالم كلها. ده ادم وحواء كانوا عريانين ما كانش عندهم الثياب. اول ما عرفوا الثياب بعد ايه؟ بعد الخطيه. لان كان قدوه اسمه يعني روحهم وفكرهم مقدس وكان عينهم على ربنا وعايشين في الجنة. يا ترى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفكر نستمتع باسبوع الالام وناخد التدريب الروحيه ونمشي مع المسيح في رحلته في اسبوع الالام ونخش قدس الاقداس ونكون امناء في حياتنا، ولا بعود الايام وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم السنه الجايه؟ اللي عاوز كده يعمل واللي مش عاوز كده يعمل. انا بكلمكم عشان ما حصلش. ناس كثيره كانت ماشيه حلو لكن فتحوا شبابيك صغيره في حياتهم وعدو الخير ابتدى ايه؟ يخش معاهم كده. واللي كانت بتصلي واللي كان بيصلي واللي كان شماس واللي كان حافظ الحان الكنيسه حلو خالص ابتدى يعمل خطيئه صعبه. وبتاع يشوف الشيطان ليه سلطان عليه بسبب ايه؟ انه فتح ابواب كتير. فرصتك النهارده مع الشعب اللي شاف المسيح ملك سماوي وملك ارضي ان انا ايه؟ اقلع كل هدوم الخطيه وكل افكاري وكل الشهوات وكل الخطايا واحطها تحت رجلي المسيح عشان اعرف اكل بركه معاه ويبقى ليا نصيب في السماء. اللي عاوز ليه نصيب في السماء يعمل يعني مش عارف طبعا يعمل ايه؟ الذين بلا مرشد يسقطون السماوات الشرع. اروح لقطع اعترافي واقدم سر التوبه واعتراف وربنا يديني على لسان ابونا الحلو والبارك. ربنا يكون معاك كل سنه وانتم طيبين ويبارك حياتكم كلهم. لا اله الا الله.